رح نحكي بمحطتنا الأخيرة عن فن بيحتاج لنوع من الصبر والموهبة والتركيز. هو فن استطاعت صاحبته تشكيل قطع من الخيطان الممزوجة مع الأحجار الكريمة على شكل حلي مميزة. هالبساطة بالأسلوب جعلت من القطع الأكسسوار المصنوعة يدويا لوحة فنية. أكيد لنتعرف أكثر على هالأسلوب بسرنا أن نرحب بالاستوديو بالسيدة أمل الأدرنالي، مصممة الأكسسوارات اليدوية. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك سيدة أمل. صباح النور. يعني ممكن هو فن مثل ما قلنا بالبداية بسيط، لكن بيحتاج الكثير من الدقة بالعمل. خلينا نحكي شوي عن الشغل اللي حضرتك بتتبعيه بالتصميم. طيب، هو الشغل هو أساسه اسمه المكرمة، هو طريقة التشبيك الحبال. يعني أنا من الحبال إن كانت تخينة ممكن أعمل فيها لوحات، وإن كانت الرفيعة بستعملها الإكسسوارات. من هالحبال هاي أنا ممكن إنه شكل بعقد معينة بإيدي فقط بدون لا إبرة ولا سنارة، شكل عقد إنه تطلع قطعة فنية حلوة بالنهاية. الجداريات بعملهم إنه بحبال تخينة. رح نعطي مثال على الجداريات يمكن موجودين معنا. هي لوحات هلا اختلفنا عن انه شغله الرسم او اي شيء، هون صفي انه طلعنا على شيء جديد، تصاميم جديده وشغلات انه غير مالوفه، غير انه تحطي لوحه عاديه ببيتك، لا هون شيء جديد. يعني في ممكن يصير اكبر، ممكن يصير اصغر، في كذا افكار يعني ممكن تتحقق من هالقصه. هو طريقه تشبيك الحبال. مدام امل، كيف يعني ولدت هالموهبه اذا فينا نقول عندك وهالتصميم؟ انا بالموهبة المكرميه بالذات، انا كنت من ايام الابتدائي كنت احبها واشتغل فيها، كنت برواد الطلائع وقتها، كان زمان رواد الطلائع كان بالصف السادس. بس بعدين انا وعندي هوايات بالكروشيه وبالشغلات اليدويه، يعني الفنون اليدويه. ايوه، بس لما شفت هالقصص هي الحلوه، يعني طلعنا عن مجال انه المكرمه بس هي قصيصه تزريع، عم تطوري، عم تحاولي تطوري دائما، انه طورها وساويها شيء حلو مميز. والحلو هون انه انت لازم يكون في عندك اتقان، يعني ما لازم يكون في خطا في يعني انا بميز اللي بحب انه الشغله تكون مميزه، انه يكون في اتقان، ما في يكون فيها خربطه، فيها عيب بالقصص، فيها عيب بالشغل، يعني يكون متقن شغلها. هذا التطوير يلي ذكرتيه يعني كيف عم بيكون؟ منين بتستوحي الافكار الجديده يلي بدك تشتغلي عليها؟ هلا انا بجيب الحجر بظرفه، اذا كنت بدي اشتغل هيك بظرفه بالحبل نفسه بخيط، انا بختار له لون مثلا يناسبه. خلينا نشوف نموذج. وكثير انا بتلبك بالالوان، بالخيطان قليل ما الاقي خيطان تناسبني. فكر في اول شيء بظرفه، وانا بعدين بعد التظريف وبشوف شو بدي، ممكن انه اعمل له رسمه وتصميم. يعني هو ما بيكون مرسوم على ورقه، هو بيكون من مخيلتي. انا بمشي بالخيط باخده وبمشي فيه حتى انه يكون يطلع معي قطعه فنيه. يعني انا بقول لهم برسم بالخيط. يعني اليوم هالحرفة يمكن أو المهنة أو الموهبة اللي حضرتك عم تقوموا فيها، كيف تختاري يمكن الألوان؟ كيف حسب الرغبة عند الصبية اللي حابة تقتني حجر كريم بالإضافة لهالخيطان بطريقة فنية اللي أنت عم تقومي بتصميمها؟ الألوان أنا بعتمد فيها حسب الموجود عندي بالسوق، لأنه أنا كتير بلاقي صعوبة بتلك بالخيط اللي أنا ممكن يكون يطلع معي بالشد راكز، ما يحل، ما ينتزع. بقى انا بالالوان حسب ما انا الحجر يلبق له بساوي اللون. تماما، وحسب كمان شو رغبه الصبي. ممكن هلا هي مثلا تحبه لون غامق، مثلا تحبه، انا ممكن تحب لون فاتح، يعني حسب الرغبه، حسب شو بتوصى ممكن يصير. قديش هي الحرفه او المهنه يعني شكلت لحضرتك يمكن ايضا مدخل رزق اذا بدنا نقول؟ يعني ان شاء الله نقول هيك، بس الحمد لله يعني شيء جديد جاي، يعني هذا انا كله بيستغربوا شيء جديد. يعني مو انه شيء انه موجود، مو متعودين عليه بجوز، يعني مو متعودين عليه. ايه بقى بالسوق انه حبال، يعني هي حبال. بس هي ما لهم عارفه يعني قيمتها الفنيه بشغلها برسمتها، انك انت هون قطعه فنيه وحده. يعني انت بتشتغلي هاد قطعه فنيه، انا حتى لو قلدته ما حيطلع معي نفسه. انت ما بترسمي على ورق؟ لا فورا لا، بتبلشي بتشكيله. ايه من مخيل. ايه انا بتكلف وبجيب حجار وبتعب عليهم، بتكلف. وهلا والحمد لله يعني صار في، انا اول كثير فرق، يعني الناس كثير عم تحب الشغل،
وعم تلاقي شيء جديد مميز، خصوصي لانه عم يطلع شيء نظيف يعني وانه متقن. عرفتي كيف؟ تماما مثل ما عم نشوف. يعني ست امل كمان في تصميم لإلك على العمله السوريه. كمان حاولتي تتميزي بهذا النوع. حبيت ساوي هالقصه هي على العمله السوريه، انه شفتها انه اخر بالاونه الاخيره يعني درجه ممكن نشوفهم. لو تحملي لنا اياهم نحطهم هيك على الكاميرا. هلا ممكن هيك، ممكن كمان كخاتم. ايه تمام. حلوين هدول كثير. يعني مو بس احجار قريش. لا مو بس احجار، انت شو طلبك هلا؟ انت مثلا ممكن ما تكون بدك حجر، ممكن تكون بدك قطعه صوره الك او ساعه او اي شيء. يعني مو شرط يكون احجار، بس حسب كل واحد شو بيحب وشو رغبته. هي الفضيه عم تطلع عليها، يمكن للحظه الاولى بتفكريها فضه. اها تماما. للحظه الاولى اختيار اللون تبعها هيك بيطلع عنه. تنسيق الالوان بيلعب دور. تنسيق الالوان، انا بدخل معه الوان ثانيه، يعني هذا اللون الذهبي اللي دخلته بيعطي يعني ميزه جمال زياده شوي بالقطعه. يعني اليوم المرأة السورية عم بيكون لها دور فعال كتير كبير من خلال عملها إن كان بالخارج، وأيضا من خلال عملها داخل المنزل. اليوم يعني عم تبتكر أشياء جديدة، عم تبتكر حرف لحتى تكون مساعدة لها وتعيل لعائلتها. اليوم قديش حضرتك يعني اليوم كمرأة سورية عم تحاولي تتركي بصمة وأيضا تكوني فعالة ضمن مجتمعك؟ أي الحمد لله، أنا بعتز بالمرأة السورية وبعتز إني كوني سورية، إنه بظل هالأزمة وهالشي هذا نحنا ما وقفنا. لا أنا عم مواظب وعم بشتغل وعم بعمل بازارات وبشارك وبعرف الناس على هالشغل الجديد المميز، كان بدائي وعم طوره وعم طوره، عم بعمل شغلات أحلى أتقال. ما وقفنا عن هالحرب اللي صارت وهالأزمة اللي صارت، ما وقفنا، لا مستمرين وإن شاء الله مكمل. وعندي رغبة إنه يكون هالشي هذا كمية من يعني السيدات البنات الصبايا الحلو يعني يتعلموا هالقصص، يكون في ورشة يعني. يكون في ورشة يتعلموا هالقصص هاي، يعني شيء حلو يكون إنه في بصمة سورية، إنه هاد حتى الشغل الحمد لله إنه يعني حيكون يعني بصمة لسوريا لبرا، يعني لأنه مو موجود يعني شيء جديد. لا والشيء الحلو هي يعني حرفة إلى اسم، ممكن نعيد اسمها أنا. اسم مكرمية. هي مكرمية. هذا بالخيط الناعم اسمه مكرو مكرمية، وهو الخيط هذا مكرمي مكرمي هيك اسمه، اسم تشبيك الحبال. تمام مكرمية. هو حبال وتشبيك. ممكن تفكري انك انت تعملي هي الورشه، بما انه عم تحكي عن ورشه وصبايا انه يتعلموها يتنقل يعني يستفيدوا منها وتنتقل؟ ايه ان شاء الله ان شاء الله بفكر بعمل هالشيء، ليش ما عندي، بالعكس انا حابه هالشيء يصير. ويكون هذا الشيء طبعا بده يبلش بالبدائيات، ببلش بالصبايا انه يتعلموا الشيء الاساسي، بعدين بتطوروا لحتى يتعلموا الشيء الناعم يصبروا عليه. يعني انا حتى هذا احيانا بخربط فيه، بقعد بنض يعني بكر القطعه بالدبوس حتى ترجع صلحها بوضع يكون احسن واجمل. قديش يعني ممكن عم تستفادي من مواقع التواصل الاجتماعي، عم تكوني عم تعرضي هالمنتوجات يمكن عبر الفيسبوك لحتى العالم تتفرج عليها اكثر وتنتشر يمكن هالمهنه والحرفه؟ ايه نعم والله، هو عم بعرض هلا على الفيسبوك على الانستغرام في الشيء هذا، وبصراحة الأغلب اللي معجب بهالقصص هاي هو برات البلد، يعني من الأجانب اللي بيعرفوا إنه هذا الشغل هاد جديد. قديش عم تلاقي يعني في إقبال يمكن من خلال الأصدقاء والمعارف بالخارج؟ قديش وقت عم يشوفوا هالمنتوجات هاي اللي مصنوعة يدويا بطريقة كتير بسيطة، قديش عم يحبوها؟ ويمكن ممكن تكون هدية كمان لبرا. طبعا كتير والله عم يحبوا هالقصص هاي، وإنه شيء جديد وشيء غريب إنه أنت بتاخذ هدية مو متواجدة مو مطروقة بال مو شيء انه شيء مميز. عندي انا كل قطعه انا يعني بشهاده مين هي، انه هي كل قطعه تحفه لحالها، رسمه لحالها، صوره لحالها. في شيء جديد يعني ممكن انت عم بتفكري انك تبتكريه وانه تصممي ممكن هلا؟ هي نحن شفنا العمله السوريه، حبيتي كمان تكون حاضره ضمن تصميماتك، في شيء جديد عم تفكري فيه؟ هلا انا عم فكر بشغلات انه بالديكورات المنزليه، يعني اطلع شوي عن الاكسسوار بالديكورات المنزليه، جلوبات
جداريات هيك عم فكر بهالقصص كمان يمكن يعني. هي بتعطي طابع جمالي للمنزل بتعطي شيء من التراث. في كثير من الاشخاص بيحبوا يقطنوا شيء تراثي اللي فيه مهن وفي مثلاً. في حرف اي تماما بتحب انه مثلا بدخلي مثلا ايشاني معها مثل مدخله هون مدخل مدخله ايشاني يعني ممكن ها مع الـ بتستفيدي من خبرات الحرفيين اخرين ممكن بمجالات مختلفه مثل ما قلتي الايشاني يعني هي حرفة لحالها. هو قال إيشاني أنا وقتها شاف يعني واحد بيشتغل بالإيشاني شاف الشغل قال لي دخلي يعني نصحني إنه دخلي الإيشاني معه مثلا واحد خشب دخلي الخشب معه يعني إنه كل واحد بحسب مصلحته بيعطيني نصيحة نحطي مثلا لوحة خشبية وظرفية يعني ممكن هالشي يصير. اليوم ست أمل شو بتحبي توجهي كلمة لكل امرأة سورية اليوم قادرة إنه يكون لها بصمتها الخاصة وتكون فعالة أكيد بمجتمع؟ بوجه كلمة إنه هي ما تتهاون وما تزعل إنه بهالحرب اللي صارت كلياتنا فقدنا عزيز كلياتنا سافر عنا يلي سافر ابنا يلي طيب بس مع هيك نحن صبرنا وصمدنا وعم نشتغل ولازلنا حنشتغل وإن شاء الله بعد هالشي هذا حنبهر الناس بإنه ظل هالأسماء ونبهر اللي برا إنه نحن ظل هالمشاكل نحن قدرنا نعمل شيء كتير حلو بهالبلد. أكيد تحية لكل النساء السوريات يلي هن صابرات وصامدات وأيضا ما عم يقفوا أبدا هذا الأمل دائما عم يعطونا إياه كل النساء السوريات. نتشكر وجودك معنا لليوم ولهال يعني التحفة هي الحلوة اللي حضرتها معك لليوم. شكرا شكرا كتير لك مدام أمل وكل التوفيق لحضرتك. تسلمي يا رب. شكرا لك.